والله الحمد لله. اول حاجه على الفيكتوريا ذي معناتها نستحقوا الربح، معناتها من نستحقوا الربح. ان شاء الله يجي خير. لعبنا بالبدايه الحقيقه، خلقنا ديزوكاسيون ان شاء الله يجي خير بقدره ربي. معناتها ذي اونتام بي عملناه، ربحنا ليتوال، معناتها بدايه باهيه الحقيقه. باش نمشيو لطرح ابو سليم الروتور معنويات باهيه ونكملوا بقيه المشوار بالكدالة. الحقيقة نجموا نشوفوا خير، زاد نجموا نشوفوا خير في مباراة أبو سليم، نقعدوا الجمهور باش نترشحوا للتور الجاي. والله الحقيقة ما فما حد شيء أوفيسيال، أنا توا على ذمة الأولمبي البيجي، وإن شاء الله اللي فيه خير ربي يسهل فيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.